وصل صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن بمديرية البريق حملات النظافة الواسعة في تحسين الشوارع الرئيسية والجولات على مداخل العاصمة المؤقتة عدن. التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل محمد الصوفي. يواصل صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن اليوم في مديرية البريق حملات النظافة الواسعة، وذلك في إطار حملته الواسعة للنظافة والتحسين في الشوارع الرئيسية والجولات على مداخل العاصمة المؤقتة عدن، حيث يقوم صندوق النظافة حاليا بجهود كبيرة تأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لفخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في حملات واسعة في أوساط الشوارع الرئيسية في مدينة عدن ومداخلها وضواحيها وحتى تلك الأماكن التي لم تصلها سيارات القمامة. هذا وتبذل إدارة صندوق النظافة جهودا جبارة ممثلة بالمهندس قائد راشد أنعم المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين الذي يتابع عن كثب سير حملات النظافة الشاملة في كل أرجاء العاصمة عدن، والذي يحرص دائما على الارتقاء بأوضاع النظافة. وفي الحملة الواسعة التي يتم تنفيذها في مديرية البريقة، أكد وليد الحاق الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية البريقة أهمية هذه الحملة لإعادة المنظر الجمالي لمديرية البريقة، داعيا الأخوة المواطنين للمساعدة في الحفاظ على نظافة المديرية. صندوق النظافة هو يشتغل بوتيرة عالية، كون في السابق كان يعني ضعف في الجهات الأمنية، كان لا يتواجد الجهات الأمنية، كانت يعني منخلية في أمور أخرى، إنما الآن بعد الأحداث التي تمت بدأ صندوق النظافة وبدأنا نحن وبالتعاون مع الأخوة في الدعم والسناد بفرض الغرامات على القلابات وعلى جميع المخالفين والذين يقوموا بالبناء، ويعني يقومون برمي معظم المخلفات في الجزر الوسطية للشوارع. هذا فيما أكد عبد الجبار سيف رئيس قسم النظافة بمديرية البريقة أن هناك العديد من الخطط التي ينفذها صندوق النظافة بالمحافظة والتي ستسهم إلى حد كبير في الحفاظ على نظافة المديرية. حسب توجيهات فخامة الرئيس عبد ربه المشير عبد ربه منصور هادي وتوجيهات فخامة رئيس الوزراء معين عبد الملك وتوجيهات محافظ عدن أحمد السالمين وإشراف وتوجيهات من قيادة الصندوق ممثلة بالمهندس قائد راشد أنعم بحملة شاملة في محافظة عدن، ونحن في منطقة البريقة بدأنا الحملة في تاريخ 4 يوم الثلاثاء، وشملت هذه الحملة منطقة الدكة التي لا توجد فيها سيارات، شملت منطقة الدكة ومنطقة العشوائي والأحواش ومنطقة صلاح الدين وعمران، وقمنا بحملة في هذه الفترة ب 206 نقلات بواقع سيارات 12 طن في السيارة الواحدة. فهذه كانت مبادرة جميلة، لكن نحن وصلنا إلى مناطق لم توصلها سيارات بتاتا لا مدى السنين، ولكن مع الفترة هذه القادمة إن شاء الله سوف تتخصص لها سيارات بعد الحملة الشاملة هذه. يسعى صندوق النظافة بالمحافظة لوضع حلول لتكدس القمامات والعمل على إضفاء مناظر جمالية من خلال عملية التشجير والتزيين للجولات وإطلائها، وذلك في إطار حملات النظافة والتشجير والتزيين التي أصبحت بصماتها ظاهرة للعيان، وترجمة لمدى التفاني والإخلاص في العمل على الرغم من الإمكانيات والعديد من الصعوبات التي تعترض سير عمل الصندوق. ما تشهده مديرية البريقة من أعمال للنظافة جاءت من أجل تخليص هذه المديرية من أكوام القمام المنتشرة فيها، ولجعل هذه المديرية جميلة ورائعة كما كانت من قبل. محمد الصوفي، قناة عدن الفضائية، العاصمة المؤقتة عدن.